السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين، صباح الخير عليكم. اليوم معي شفروليت تاهو موديل 2011 يا شباب. التاهو هذه طبعا صاحب السيارة جاب وقال لي انه فيها مشكلة. اول حاجة مثبت السرعة يشتغل لكن ما يثبت السرعة، وتاني المشكلة قال عنده مشكلة في اللي هو عداد البترول، مرة يشتغل معه ومرة ما يشتغل معه، يعني أثناء الحركة يتحرك بالسيارة يشتغل العداد مرة يفصل وشكل. وعنده الايرباك برضو باقي يعالجه، يعني نفحص السيارة كمبيوتر نشوف المشاكل بالضبط الظاهرة معنا. ندخل على الجيمس. اوكي، موديل 2011 تمام. تاهو نعمل شيرس كامل يا شباب، لأن عندنا عدة مشاكل اللي هو في الايرباك أو مثبت السرعة كامل، لازم نشيك عليهم كامل على الايرباك والانجن كنترول موديل نشوف بالضبط. طبعا في الانجن كنترول موديل في 4 أخطاء، لو الكاميرا واضحة 4 أخطاء زي ما شايفين. نخلي الجهاز يكمل ان شاء الله، نشوف العطالة الموجودة نعالجها ان شاء الله بإذن الله مع بعض. طبعا يا شباب خلص البحث، ندخل على الانجن كنترول موديل في 4 أخطاء. طبعا الجهاز طبعا ما واضح معي هنا، ندخل على الدي تي سي نعمل باك، ندخل على الدي تي سي شوف العطالة الموجودة. انجن ماسفير، عنده ماسفير عام يا شباب، بي 0 300 ماسفير عام. طبعا الفيول، طبعا عنده مشكلة في البوية، فيول ليفل سنسر سيركت هاي فولتج. طبعا يا شباب حنغير العوامة اللي هو بتاعت البترول، اوريدي لازم تتغير. يعني عندنا الكروز كنترول مال فانكشن سويتش سيركت، اللي برضو عندنا مشكلة في السويك بتاع المثبت بتاع السرعة. طبعا يا شباب بيجيو خطوط من البي سي ام تقريبا، اذا البي سي ام فيه مشكلة ممكن يعدينا الكود ده. السويك نفسه بتاع الكروس كنترول دينا نفس المشكلة، نتأكد منه وعمل الكود الأخير ده، الكود عادي يعني ما في إشكالية، مرة طيبة هذا الكود يعني ما في مشكلة. نتأكد تاني من الايرباك، عنده برضو مشكلة في الايرباك. طبعا تقريبا الايرباك ما يدخل عليه، نطلع خالص شوف البودي. بودي كنترول، الصورة طبعا واضحة يا شباب. ايوه هتخش على الايرباك. اوكي
تقريبا ما قرا معانا هناك، معناه في ايوه في مشكلة يا شباب، ما يدخل على الكمبيوتر تبع الايرباك، معناه عندنا مشكلة. عندنا مشكلة يا اما في الكمبيوتر يا اما في التوصيلات. فما مشكلة ان شاء الله نتابع اول حاجة مثبت السرعة، نشوف الايرباك ليش ما يقرا معي، اللي هو ما يشخص معي الكمبيوتر، ندخل على الكمبيوتر عشان نحدد اشكال الايرباك بالضبط. نطلع على المخطط تبع مثبت السرعة، المخطط تبع الايرباك، نشوف الكهرباء وكل حاجة الكمبيوتر، نتأكد منها. وطبعا يا شباب اول حاجة تعملوها في السيارة تشيكوا على الفيوزات كامل، الفيوز بوكس الخارجي والداخلي. طبعا الداخلي بيجي يمين ويسار، يجي فيوز بوكس هنا، فيوز بوكس هذا الصوب، تشيك عليهم كامل قبل تعمل اي حاجة في السيارة. يعني انا اسحب حاليا حكيك عليها اول قبل ما اشتغل فيها، اطلع المخطط حكيك على الفيوزات كامل ان شاء الله، واذا في فيوز محترق ولا اي حاجة استبدل ان شاء الله باذن الله. يا شباب طلعنا المخطط اللي هو تبع الكروس كنترول، حنتأكد يا شباب من المخطط اللي هو فيه خطوط ثلاثة بيجي من البي سي ام اللي هو البودي كنترول مودول، في ثلاثة خطوط. تجي الخطوط ثلاثة للستيرينج اللي هو الستيرينج ويل، سويتش ليفت ستيرينج ويل كنترول سويتش ليفت اللي هو هذا السويك اللي هو تبع المثبت، مثبت السرعة. حنتأكد منه من هذه الخطوط هل واصلة للبي سي ام او لا، لازم نتأكد منها 100%. طبعا عندي طبعا ثلاثة خطوط اللي هو رقم 3 ورقم 9 ورقم 1. طبعا بيجي رقم 1 اللي هو بينك عليه خط اسود زي ما شايفين، بينك بلاك. رقم 9 بيجي جرين وايت اخضر على خط ابيض. رقم 3 في المثبت، مثبت السرعة المفتاح، بيجي اللي هو كري اللي هو بني زي ما شايفين يا شباب. نتأكد من هذا الخطوط واصل للكمبيوتر 100% اللي هو كمبيوتر البي سي ام البودي كنترول موديل. طبعا يا شباب هذا الكمبيوتر اللي هو تبع البي سي ام زي ما شايفين، هذا الكمبيوتر بيجي فيه 6 فيش اللي هو ولا 7 فيش اللي هو هذا البي سي ام. يا شباب حنتأكد من التوصيلات اللي هو واصلة للبي سي ام او لا، اذا ما واصلة لازم نتابع المشكلة وين بالضبط ونعالجها. ان شاء الله، وخليكم معاي في باقي التفاصيل ان شاء الله. بس طبعا يا شباب حنتابع اللي هو رقم 1 هنا في السويك اللي هو في مثبت السرعة. رقم 1 هنا بيجي لونه بني يا شباب زي ما شايفين، بينك بلاك اللي هو بينك عليه خط اسود اللي هو بينك بلاك. بيجي رقم 1 طبعا في الكمبيوتر في البي سي ام بيجي رقم 17 في الفيشة الاكسي 1. اكسي 1 دي يا شباب بنبهكم على حاجة، لو لقيتوا علامات في الفيش هنا، هي طبعا من اكسي 1 لاكسي 7، من اكسي 1 لاكسي 7، الفيش 7 طبعا هي. طبعا انبهكم انه الاكسي 1 بتبدا من اول فيش اللي هو هذا الفيش اللون الاخضر، يعني من فوق لتحت تبدا الترتيب من فوق لتحت، اكسي 1 اكسي 2 اكسي 3 لغايه اكسي 7. طبعا حنتاكد من هذه الفيش اللي هو خط رقم 1 في الكروس كنترول. طبعا في المخطط بيجي في الاكسي 1
اللي هو رقم 17. انا اتاكد منه يا شباب. اكس 1 بيجي في رقم 17. هنعد من اليمين لليسار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. زي ما شايفين يا شباب رقم 17 الحمد لله واصل الخط، ما فيه اشكالية. هنتأكد تاني اللي هو زي ما شايفين هنا رقمي كم؟ رقمي 3 في البي سي ام بيجي مع رقمي 3 في الكروس كنترول، اللي هو بيجي لونه بني، بيجي لونه بني. هنتأكد، هنوصل السريك فوق. جبت الفيول بوم بس خلاص ان شاء الله. بالنسبة رقمي 3 اللي هو في الكروس كنترول قلنا بيجي رقمي 17 او رقمي عفوا رقمي 3 برضو في الفيش هنا في اكس 1. هنعد 1 2 3 طبعا يا شباب الخط رقم 3 قلنا ما واصل، رقم 3 من هنا 1 2 3 ما واصل معنا، ما في صوت ما في اي حاجة. نتأكد من البزر شغال ولا لا شغال. رقم 3 ما موجود اللي هو هذا الخط، يعني ما واصل. هنتأكد من رقم الخط الثالث والأخير اللي هو بيجي زي ما شايفين يا شباب، بيجي في اكس 3 في رقم اكس 3 خط رقم 22 مع مثبت السرعة، خط رقم 9 بيجي طبعا جرين وايت اخضر عليه خط ابيض. هنتأكد منها يا شباب، دي حتكون الفيشة، دي حتكون الفيش رقم اكس 3 حيجي رقم 20. هنعد من هنا 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 22 يا شباب واصل زي ما انت شايفين. عندنا اللي هو الخط اللي هو رقم 3 اللي هو بيجي في اكس 1 هنا، بيجي هنا ما واصل معنا. هنتأكد من الخط فاصل وين بالضبط، ونتابعه ونعالج المشكلة ان شاء الله يا شباب. اول حاجة طبعا هنتأكد من هنا، أنا أتأكد من هنا يا شباب، من هنا لهنا الخط واصل ولا لا. إذا واصل خلاص هنتأكد من الخط من السويتش، من السويتش للكولكس برينج. هنتأكد منه واصل ولا لا. إذا واصل بنتابع فيما بعد تاني من تحت لفوق ونشوف إذا في مشكلة في الواير ونعالجه إن شاء الله.
طبعا يا شباب عندنا السويك من هنا اللي هنا واصل، معناه عندنا تحت اللي هو الحساس مال الستيرينج للبي سي ام، نتأكد منه من هنا تحت للبي سي ام هنتأكد منه برضو. طبعا هنا واصل ما عندي مشكلة، هنتأكد من اللي هو الستيرينج ويل كويل اللي هو الخطوط من تحت لفوق. يلا كده هنا عندنا مشكلتنا، هنا ما عندنا مشكلة في التوصيلات لحد لغاية الكويل، ما عندنا مشكلة التوصيلات هنا أمورها طيبة. هنتأكد تاني من الستيرينج ويل اللي هو بيجي تحت، هنتأكد منه لغاية الاسم ايش البي سي ام. أوافيكم بالتفاصيل إن شاء الله. رجعنا لكم، هذا الستيرينج حساس تبع الستيرينج يا شباب، بطلنا الفيشة، هنتأكد ان الخط من البي سي ام للستيرينج واصل ولا لا. طبعا موصل انا سلك داخل، هو هذا بيجي هنا يا شباب، الخط زي ما شايفين واصل من هنا للبي سي ام. يلا من الستيرينج لوك للمثبت السرعة ما في تواصل، معناه عندنا مشكلة في هذه القطعة يا شباب، لازم تستبدل ان شاء الله. نبطل القطعة طبعا اللي هو بيجي كليب داخلي زي ما شايفين، بتبطل وبيطلع كامل. نستبدل هذه القطعة، طبعا لازم يشتريها جديدة صاحب السيارة، ونجرب السيارة بعدها ان شاء الله. طبعا يا شباب هذه القطعة اللي هو الستيرينج انجل مع الايرباك مع الشريط الكويل يجي مع بعض، طبعا جابه صاحب السيارة. هنتأكد من التوصيلات اللي هو من هنا للبي سي ام، هل واصلة ولا لا. اذا واصلة معناها خلاص مشكلتنا اتحلت والمثبت يكون شغال تاني 100%. نتأكد من التوصيلات يا شباب. طبعا يا شباب قلنا نحن بيجي الخط في رقم 3، طبعا العد بيجي من اليمين لليسار. طبعا ده الخط اللي هو في الفيشة قلنا اكس 1 رقم 3، هنتأكد منه من هنا اللي هو في الستيرنج اللي هو الكولوكس برينج، هنتأكد منه هل الخط 100% أموره طيبة ولا لا. إذا واصل معناه تاني خلاص ما عندنا مشكلة، نرجع التوصيلات كامل. بسم الله. زي ما شايفين يا شباب الحمد لله الخط كده أموره طيبة، ما فيه أي إشكالية. الحمد لله كده زي ما بقول السلك والخط الحمد لله واصل مظبوط، ما فيه مشكلة. نرد الحاجات، نركب كل حاجة محلها إن شاء الله، ونفحص السيارة ونطلع نجرب، نطلع نجرب المثبت اللي هو مثبت السرعة يشتغل معانا في الطريق ولا لا. هو طبعا حالة ما تعمل اللي هو تشغل المثبت يشتغل، لكن تجي تثبت السرعة ما تثبت السرعة معنا. إن شاء الله كده تكون المشكلة اتحلت بإذن الله، نرجع كل الحاجات محلها إن شاء الله، ونجرب نطلع نجرب السيارة وإن شاء الله تكون أمورها طيبة بإذن الله. يعني يا شباب هنجرب اللي هو ركبنا الحاجات، هنجرب المثبت مثبت السرعة، نشغل المثبت طبعا، نور معانا، نعمل سيت زي ما شايفين يا شباب. المثبت الحمد لله اشتغل معانا عادي، مثبت السرعة هسه حاليا على 70. الحمد لله اتحلت المشكلة، وهذه كل المشكلة يا شباب كانت في اسمه ايش في الستيرينج انجل سنسر، هو المسبب في هذه الإشكالية، والحمد لله اتحلت المشكلة وهذه كل المشكلة. وإن شاء الله تستفيدوا من هذه المعلومة المبسطة، وفي رعاية الله.